استبعاد خالد التيماوي من معمعة كأس العالم 98، رغم أن الشارع الرياضي أبو عبد الرحمن وقتها كان يشوف خالد أن نجم التصفيات رقم واحد. رقم، هذا اللي نعم قلته، كنت نعم مساعد المدرب تقول نعم رقم واحد، نعم ليش خرج برا كأس العالم؟ والله شف، أنا من الناس اللي انصدمت، وكانت صدمة، وكنت واقف أنا أسمع أسماء اللاعبين الـ18 أو الـ20 لاعب أتصور اللي حيكونون في اللستة واللي حيغادرون للرياض مثلا حتى ما يجلسون يشوفون كأس العالم. قال فربما خالد كان في أفضل حالاته وكان جاهز 100%، وأنا أعتبره انظلم، انظلم في أنه ما يأخذ فرصته. حرام يعني، شخص كان له دور كبير في أنه يصل بالمنتخب إلى كأس العالم مع زملائه، أنه يعني حتى أنا من الصدمة ما حبيت أشوف خالد شخصيا وجه لوجه إلين يمكن وصل للمعسكر وهديته وشيء من الكلام هذا. هي قناعة مدرب، قد يكون في خاطره شيء على التيماوي او كذا، لكن ما يعني انك تحرم البلد وتحرم لاعب من لا. يا اخي تقدر تعاقبه ب100 طريقه او ب100 اسلوب. هل كان عقاب يعني هو؟ والله من كارلوس البرتو؟ انا اتوقع انه في خلاف شخصي، لكن فنيا لا، فنيا خالد كان في افضل حالاته بشهاده الوسط الرياضي كله وزملاء اللاعبين. خلاف ما بين البرتو والتيماوي؟ ربما، الله اعلم، لكن ما في شيء فني. لا ايضا عشان اكد لك، ايضا الكابتن ابراهيم ماطر اللي حل محله طبعا يستاهل، وكان مصاب وكان في فتره تاهيل، وعملنا له انا ومساعد المدرب اختبار، وهذه امانه انه فعلا اجتاز الاختبارات بنجاح، وقناعه المدرب حطته. ناقشت كارلوس البرتو في استبعاد التيماوي؟ لا، ما كان من حقي اني اناقشه في الشيء هذا. ما كان من حقي، ما كان من حقي ولا منحت الصلاحيات اني، ولا طلب مني اني اناقشه كمدرب. انا كمساعد مدرب انفذ المطلوب مني، متى ما سال لي، متى ما اخذ رايي انا اعطيه، هذه وهذه المتعارف عليه. لا يمكن لمساعد المدرب انه يتدخل في عمل المدرب ما لم يطلب من الشيء هذا، هي قناعاته. وبعدين احنا فوجئنا، يعني ما كان في الاعلان الاسماء المفروض يكون بعد التمرين في السكن وكذا. فوجئنا نستعد للتمرين، اعلن الـ18 وكان خالد جالس، يعني حتى اللاعبين كانوا طالعون بعض، وانا خفت على خالد بيني وبينك. ولد كان طموحه غير طبيعي بالنسبه لكاس العالم، وكان حلم له. لكن وش الخلاف؟ ممكن الكابتن خالد اذا عنده شيء معين وشيء ما نعرفه احنا ممكن يعني يتحدث عنه. لكن ما كان القرار من الاداره الرياضيه؟ لا 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 لا، لا ابدا ابدا.